أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. فهنا المعنى أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أصناف. من هم هؤلاء الأصناف الثلاثة؟ أصحاب ميمنة، ثاني أصحاب المشأمة، الثالث السابقون. ويلاحظ في سياق هذه الآيات التكرار، والتكرار هنا في الشيء العظيم لتعظيمه وتفخيمه. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، علامة تعجب واستفهام للتعظيم والتفخيم. ومنه أيضا التكرار في قوله الحاقة، ما الحاقة؟ القارعة، ما القارعة؟ وهو أيضا لفت لأنظار السامعين لهول ذلك الموقف.